أحسن الله إليك. يقول السائل: الاطباع في الطواف هل هو في الأشواط كلها أم في الثلاثة الأولى فقط؟ الاطباع في جميع الطواف، في جميع أشواط الطواف الأول، طواف العمرة أو طواف الإفاضة، في طواف العمرة أو طواف الإفاضة في جميع الأشواط. فإذا انتهى يعيد الرداء على كتفيه، إذا أحرم يجعل الرداء على كتفيه، فإذا وصل إلى البيت وأراد يشرع في الطواف يضطبع، فإذا انتهى من الطواف يعيد الرداء على كتفيه. نعم.